أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يوجد الآن أناس يمشون حول المقبرة من أجل الرياضة، هل هذا يعد من الطواف حول القبور؟ هذا حسب النية، إذا كانوا ينمون بهذا الطواف صار هذا من الطواف حول القبور، أما إن كانوا ينمون الرياضة تمشي فهذا لا يعتبر من الطواف حول القبور، لكن فيه مشابهة، فينبغي لهم أن يبعدوا عن القبور ألا يطوفوا حولها، لأن هذا أقل أحواله أنه تشبه بمن يطوفون على القبور. نعم، ربما يراهم أحد من الجهال فيظن أنهم يطوفون بالقبور للبركة فيقلدهم، فالأولى أن يبتعدوا عن المقابر ولا يدورون عليها. وأرض الله واسعة، كانوا يريدون الرياضة يخرجون للبر أو لمكان ليس فيه معوقات ويمشون. نعم.